السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا الكرام أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال خدمة الواتساب عن طريق الرقم المخصص لها، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. أثارت حادثة انهيار المركز التجاري في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار مخاوف العراقيين من استهانة الحكومة بأرواح المواطنين عبر إحالة المشاريع الخدمية والتجارية لشركات هدفها تحقيق مكاسب مالية فقط، الأمر الذي يكشف التواطؤ والفساد في قبول مواصفات بناء غير متينة وبلا معايير هندسية ولا تضمن سلامة المواطن العراقي. إذ انهار مركز للتسوق بمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ عاملين محتجزين تحت أطنان من الخرسانة نتيجة انهيار سقف أثناء عمليات الصب في الطابق الرابع لمول الرمادي الكبير في حي المعلمين فجر الاثنين. طبعا قالت مديرية الدفاع المدني إنها فتحت تحقيقا بالحادث، وتم استدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الانهيار داخل المول وتحديد المقصر. دعونا نشاهد اللحظات الأولى التي أعقبت الانهيار. نكمل مع هذا الملف مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. طبعا يعاني العراقيون من الإهمال الحكومي المستمر للبنية التحتية في البلاد في ظل سيطرة حكومات الاحتلال على مقدرات البلد واستشراء الفساد في جميع مفاصل الدولة، بالإضافة إلى غياب الرقابة وتنفيذ القانون على المقصرين. وكانت مديرية الدفاع المدني قد حذرت من تبعات مخالفة شروط السلام العامة في العديد من المباني الحكومية والأهلية في البلاد، في ظل عدم وجود غرامات أو عقوبات تردع المخالفين لشروط السلامة والأمان ضمن قانون الدفاع المدني. في أربيل أفاد مصدر محلي في المدينة بسقوط 11 عاملا من أعلى بناية قيد الإنشاء وسط المحافظة، وقال المصدر إن الحادثة وقعت بعد الساعة 8:30 صباحا، حيث سقط 11 عاملا من أعلى بناية قيد الإنشاء بسبب انهيار جزء منها بالقرب من شارع 120 الرئيس، قبل أن ينقل العمال إلى مستشفى طوارئ غرب أربيل لتلقي العلاج. دعونا نشاهد. نتمنى السلامة طبعا لكل العاملين في هذه القطاعات وفي هذه المجالات لطبيعة الضرر الذي يقع عليهم بسبب الفساد الذي يؤثر طبعا على عمليات البناء. أعاد تكرار حوادث انهيار الأبنية وفساد المشاريع الخدمية في البلاد حادثة انهيار مبنى المختبر الوطني في بغداد مطلع تشرين الأول من العام الماضي دون معاقبة الجهات المسؤولة. في غضون ذلك ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة غضب وامتعاض من تكرار هذه الحوادث في ظل حكومة لا تراعي حرمة للمواطن، مكتفية بتبادل الاتهامات ورمي المسؤولية بين الهيئات واللجان، بينما يتساءل العراقيون عن الجهة التي يمكن تحميلها مسؤولية الاستهانة بأرواح المدنيين. وتساءل العراقيون بعد إصابة 8 عمال بجروح بالغة نتيجة انهيار مركز تجاري قيد الإنشاء قرب ملعب الشعب في منطقة زيونة ببغداد قبل ساعات من انهيار المركز التجاري في الرمادي وسقوط المبنى الآخر في أربيل،
تساءلوا عن الإدارات الفاسدة التي سمحت بقبول الشروط غير الهندسية التي لا تراعي السلامة والأمان. طبعا مديرية الدفاع المدني قالت إن فرقها سارعت لرفع ركام كتل خرسانية بعد انهيار قالب صب أثناء تنفيذ عملية البناء للمركز التجاري، حيث تم انتشال 8 عمال من تحت الأنقاض بعضهم في حالة حرجة. لنشاهد. ولا قوة إلا بالله. شنو شقت؟ هذا وقع عليهم البناء الصب، وقع الصب عليهم عمال هنا بزيونه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ها شنو شوكت هسه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متحمل إيه متحمل وقع. أكو جوا عالم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف العمال خطير صاير بيهم. نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أبو أنس العبيدي يقول: لأن ماكو رقابة على معامل الإسمنت المركزي ولا متابعة من قبل المهندس المقيم أو قليل خبرة ولا سيطرة نوعية على المواد مثل شيش البناء وغيره، حسبنا الله ونعم الوكيل. حامد العراقي يقول: كان قبل أكو مركز تابع لوزارة الإسكان والتعمير، هذا اسمها قبل اسم المركز، المركز القومي للمختبرات الإنشائية. هذا يفحص كل مواد البناء، الإسمنت والحديد، ويدخله فحص. إذا مو مطابق للمواصفات مستحيل تقدر تبني أي عمارة أو بناية كبيرة. تعال شوف فوضى المقاولين وتلاعبهم بأرواح الناس، لطفك يا رب. حيدر الجبوري يقول: خلي واحد يطلع من المسؤولين بحظ ويقول يا معودين هذا كله عمل الشيش الإيراني، الحديد الإيراني، النوعية مالته صفر، ماك واحد شريف. كم من انهيار في العراق من وراء الشيش الإيراني؟ حسبي الله ونعم الوكيل. منير باش يقول: هذا كله سبب الإهمال الحكومي وعدم محاسبة المقاولين، لأنه لا يوجد مهندس استشاري ولا خاضع لمكتب هندسي ولا إجازة، والكوارث تحدث كلها لعدم وجود مهندس مختص في كل عمل إنشائي. معنا السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل يا عبد الرزاق، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، أنا صراحة تتابني الشكوك بهذه البنايات اللي جاي توقع واحدة بعد أخرى، يعني البارحة بغداد واليوم بالرمادي وبأربيل، ليش تتزامن بنفس الوقت؟ يعني يوم من بعد يوم. فهذه رجعنا نرجع بالذاكرة للوراء، يعني نتذكر الحرائق اللي تفتعل يوم من بعد يوم، القضاء على الثروه السمكيه وغيرها. طيب من برايك يتحمل مسؤوليه هذا الانهيار؟ اكو شكوك تراودني يعني صراحه. نعم، يعني من برايك اللي ممكن يقف خلف هذه العمليات المستمره لمثلا الاضرار ببنايات معينه قيد الانشاء؟ اعداء الشعب العراقي واضحين استاذ محمد. يعني هسه احنا نقول البنايه غير خاضع المعايير والمقاييس المطلوبة، لكنه التزامن مالتها بنفس الفترة، هذا صراحة يعني يثير نوع من الريبة، نوع من الشك. نعم. إنه ليش هاي التزامن؟ فأنا أشوف يعني هذه بها نوع من، إذا أكو لجان تحقيق وهذه يطلع الفائد، هي نفس الشركة نفسيتها، يعني اللي جاي تبني بغداد اللي لازم مشاريع بغداد، هي نفسيتها اللي لازم مشاريع بالرمادي باربيل، اذا هي نفسيتها هم نعرفها، اذا غيرها اما حتى على مود تنكشف اللاعب. طيب بغض يعني النظر، بغض النظر عن او بعيدا عن نظريه المؤامره، خلينا نتكلم عن نظريه الفساد والفشل. اليوم كثير من المشاريع التي تعطى الى مقاولين او تمنح الى مقاولين يتم التلاعب بالمواد، يتم التلاعب بالمواد المستخدمة، التقليل من الجودة في سبيل رفع نسبة الربح، وهذا الموضوع يقع بالنهاية على، يعني الضرر الوحيد الذي يقع على المواطن، بالنهاية المواطن هو المتضرر من كل هذا الفساد الموجود.
ممكن التزامن جاء بسبب الصدفة، الصدفة أن الفساد منتشر بالعراق وبالتالي حدثت هذه الحوادث ضمن أوقات زمنية متقاربة. يعني ليش فقط نظرية المؤامرة؟ خلي ليش ما نقول نظرية أيضا الفساد والفشل والإخفاق وغياب الرقابة قادت إلى انهيار هذه المباني؟ هذا جانب من الجوانب أستاذ محمد، بأنه الفساد اللي مستشر بالبلد والأحزاب اللي مسيطرة على القطاعات الدولة، هذا عامل مهم، هو هذا من الأسس المهمة، بأنه المقاول إذا يستلم مقاولة أو مشروع هو راح تجي يعني بشو مثل نسبة قليلة من الأرباح، فيحاول يعني ياخذ المواد الأقل كلفة حتى على مود يربح. هذا هذا احنا ما ننكره، لكنه هو كل المشاريع اللي هسه تصير بالبلد من قبل الشركات العراقية، مع احترامنا للشركات العراقية اللي كانت يعني صراحة ينظر لها واحد بنظرة الاعتراف، لكنه اليوم ما خاضع للمعايير أستاذ محمد، لأنه أغلب اللي يلزموها مو أصحاب خبرة، مو أصحاب مهنة، يعني يجيك راعي واستلم له مشروع فما يعرف بالخلفيات مالته، وهذه هاي النتائج مالته اللي يكون ضحية مالته المواطن الفقير. أنا أشكرك سيد عبد الرزاق من بابل، شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا هناك نماذج يعني مشابهة ربما في البلدان المحيطة بنا، أبرز مثال حدث مؤخرا هو الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، وحدث خلال هذا الزلزال عملية ملاحقة وإلقاء القبض على المقاولين الذين قاموا ببناء بنايات أو عمارات سكنية أو مجمعات تجارية بعيدة عن المواصفات، وألقت الحكومة القبض عليهم قبل فرارهم إلى الخارج في سبيل محاسبتهم على هذا التقصير وهذا الفساد الذي مورس في عمليات البناء. ترى لماذا لا يتبع هذا الأسلوب في العراق؟ لماذا تترك القضية بهذه الفوضوية بهذا الشكل الفوضوي دون مراعاة لأرواح الناس الذين تزهق أرواحهم بين فترة وأخرى نتيجة انهيار المباني، احتراق مؤسسات بسبب غياب الرصانة الهندسية والمعايير العالمية المعتمدة في الإنشاء والبناء؟ طيب نكمل مع حضراتكم الملف الثاني مشاهدينا الكرام، مقارب إلى حد كبير ما عرضناه قبل قليل. يعاني العراقيون من الإهمال الحكومي المستمر للبنية التحتية في البلاد في ظل سيطرة حكومات الاحتلال على مقدرات العراق واستشراء الفساد في جميع مفاصل الدولة. طبعا ضمن هذه المشاكل أيضا هناك مشكلة غياب الرقابة وتنفيذ القانون على المقصرين، وهذه الأمور تحول دون تطبيق القانون على الجميع. طبعا تحول تعبيد الطرق إلى حلم يراود سكان تلك المنطقة أو هذا الحي بعد أن تخلت الحكومات المتعاقبة عن أداء مهامها في تأهيل الشوارع وصيانتها، خصوصا في المدن المنكوبة التي شهدت عمليات عسكرية خلال السنوات الماضية. في بيجي بمحافظة صلاح الدين بادر سكان القضاء إلى تعبيد شوارع أحيائهم من أموالهم الخاصة اعتمادا على ما يتم إزالته من طرق خارجية يجري تأهيلها في عملية تدوير لهذه المخلفات، تغنيهم عن استخدام مادة السبيس التي تتأثر بالأمطار وتفاقم من معاناتهم بعد أن تخلت الحكومة عن التزاماتها في إعادة إعمار المدينة. لنشاهد. اختفت حلول الحكومة فجاءت حلول المواطنين. بما أنه احنا ميزانياتنا ميزانية محافظة صلاح الدين وتخصيصات قضاء بيجي جاي تنباق وتروح تتبوهب بمشاريع فساد، فاحنا ما نظل قاعدين وحاطين يدنا على خدنا والطين واصل فوق الركبة، فقمنا نشتري الأسفلت المقشوط من الشوارع اللي تقشطها حكومة صلاح الدين الموقرة ونجيبه نفرش هنا، هما خير من الماكو وخير من الطين. هذا الأهالي والمواطنين سووا جمعية بيناتهم وفرشوا هذا الشوارع من الأسفلت المقشوط. بس أنا عندي سؤال، الفلوس مال هذا الأسفلت المباع المقشوط وين راحت؟ الخزينة الدولة لو وين؟ نكمل مشاهدينا الكرام مع هذا الملف وننتقل إلى مقطع آخر.
تعاني مشاريع إعادة التأهيل للطرق من انتقادات كبيرة، خصوصا تلك التي يجري تنفيذها في بغداد بعد أن رصد مواطنون وناشطون عيوبا فنية كبيرة خلال عمليات الصب وإزالة الطرق. طبعا دعونا نشاهد الآن كيف انتقد أحد المواطنين أداء أمانة بغداد في تنفيذ أحد مشاريع تعبيد الطرق في العاصمة. على مدار تقريبا أكثر من شهرين صبوا أمانة بغداد، بس باعوا الصب. باعوا، أسألكم بالله، هاي صبة ما سريع، بس باوع التموج بيها، باوع. هسه أنا واقف هنا، باوع باوع اللي تقول صابيها، تدري شنو؟ هاي راح تنصب وتتبلط. باوع باوع شغل الكلاوات، باوع شغل أمانة بغداد الكلاوات، باوع الصب عالي ناصي. زين هاي شو راح تتحمل؟ شو راح تتحمل؟ باوع باوع الصب، باوع الكلاوات، باوع صبة نازلة صبة صاعدة، صبة رايحة صبة جاية، باوع باوع. انتبه باوع، منها مبينة عندكم الأركان. نكمل مشاهدينا الكرام مع ما لدينا من مقاطع في هذا الملف. لم يمضي سوى شهر واحد فقط على تعبيد شوارع حي الحضارة في أو حي العسكري في الديوانية مركز محافظة القادسية، والذي كلف المليارات قبل أن تظهر عيوب المواد المستخدمة من أسفلت غير مطابق للمواصفات، حينما بانت التشققات في الشوارع عقب الأمطار الأخيرة. دعونا نشاهد هذا المقطع الذي تم توثيقه من هناك. السلام عليكم، هذا حي العسكري الاول، باء التبليط مال حي العسكري الاول. هذا تبليط يا محافظ، محافظ الديوانيه تباوع، محافظ الديوانيه تباوع. شركه الديك تباوع، ما الا بيكم رضا الشيباني تباوع تباوع. هذا تبليط، هذا بالله بشرفكم تباوع. هذا التبليط كله محافظ. وين وصل بينا؟ وين وصل بينا البوت؟ تباوع. ما صار له، ما صار له اسبوع تباوع. تباوع يا محافظ الديوانيه، زهر الشعلان ما ادري شو اسمك. تبليط والله، هذا هسه تبليط باع. والله لو صاب لي صبر. اسحق علي، اسحق علي، اسحق علي، اسحق علي، اسحق علي، اسحق علي. باع 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 يا محافظ الديوانية باع. ليش خربتوا الشعب؟ دمرتونا والله، دمرتونا. هذا هسه تبليط. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الملف وننتقل إلى مقطع آخر. من ناحية الحرية التابعة لقضاء الكوفة، انتقد ناشط من هناك التشققات التي ظهرت على جانب الطرق التي جرى تعبيدها وصرف المليارات عليها، وعدم التزام المشرفين على هذه المشاريع بالشروط والضوابط النموذجية لتعبيد الطرق، والتي من بينها أن يكون ارتفاع مادة الأسفلت 13 سنتيمترا بينما بلغ الارتفاع 8 سنتيمترات فقط، في مخالفة صريحة تسببت بخروج هذه الطرق عن الخدمة مبكرا بعد أسابيع على إكمال تعبيدها. دعونا نشاهد. خصصوا 15 مليار من الأمن الغذائي من موازنة محافظة النجف إلى أبناء ناحية الحرية. معظم هاي ال 15 مليار هي لتبليط ناحية الحرية. طبعا ما حصلنا تبليط الحمد لله، حصلنا شكر لمة. سامعين بالشكر لمة؟ هذا الشكر لمة، شوف سيارة صغيرة اليوم، شوف 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 شكر لما، شوفوا شوفوا هذا الشكر لما. سامعين تبليط شكر لما؟ هذا التبليط الشكر لما. شوفوا شوفوا شارع، ربع شارع طار. شوف راح اراويكم، راح اراويكم. شوفوا صور بابا، كون 13 سنتيم العرض مالته. شوف شوف راح اقيس لكم 8 سنتيم، هذا من المنتصف يعني صورة 8 سنتيم. نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أبو أحمد يقول: أخي، كل المشاريع لا توجد رقابة حقيقية على الأعمال التي تقوم بها الشركات المنفذة، ولا توجد عقوبات صارمة ضدها. علي رزاق يقول: واحد يستر على الثاني وكلهم حرامية، والمختبرات كلها رشاوي. عقيل نصر الله يقول: الخلل
لما صارت مختبرات الفحص أهلية أكيد تساعد مع المقاول وتعطي نتائج ناجحة حتى يفحصون عدهم ويستفادون والضحية المواطن. وعلي جواد النصرة يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، على كل إنسان ما يخلص في عمله، هاي العد ما اجى الصيف وهيج. ويانا السيد أبو عمر من الناصرية، تفضل يا أبو عمر حياك الله. السلام عليكم أبو عمر، تشرين وياك. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. نعم عمي، ذولا جاي يضحكون على الشعب، شني خدمات أصلا؟ خدمات معدومة، العراق كلها معدومة، كله كذب كذب. زين هم ذولا لا جايين يشتغلون ولا جاي يشتغلون، ذولا جاي يخربون البلاد. اللي يسمعون كلهم هم، لا الشعب السوداني ولا غير الشعب السوداني أبد، ذولا جايين أهم شيء مصالحهم الخاصة. يعني مو مطالب عامة، لا مطالب خاصة. ذولا خلي يسمعون الشعب. عمي جاي يضحكون عليكم ذولا، صدقوني والله هذا شهر رمضان، يعني جاي يضحكون عليكم. ماكو عمي، ماكو مشاريع كلها متلك. خلي صدق عندهم مشاريع، يسوون مشاريع هم، صحيح يسوون مشاريع، خلي حاسب المحافظين. زين أبو عمر سؤال لو سمحت، يعني العراقيين اليوم دي يشوفون بلدهم منهار فاسد، بلدهم تحكم الميليشيات، يحكم الفاسدون. طيب إلى متى يبقى السكوت؟ يستمر السكوت إلى متى؟ يعني إلى متى سيصل الحال بالعراقيين اليوم بعد هذه الحكومات إلى أسوأ من هيك؟ إلى متى يستمر هذا السكوت والصمت من قبل كثير من العراقيين حقيقة؟ لأن أنا أقول لك عمي عمر، بالنسبة طبعا للشعب، الشعب الجزء صار حزاب، ما أنا أقول لك يعني الشعب ما يتكاتف، يعني هم مثل ما تقول هم جندوه، بس جندت عمي أنا، خلي يسمعوني هم. طبعا هذا الكلام، هذا الكلام لا 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 يشمل عموم العراقيين، لأنه حضرتك تعرف أكيد إنه الفئة المستفادة، الفئة المستفيدة من هذه الأحزاب هي فئة قليلة. لا مثل ما أقول لك يعني الناس أكون مستفيدة عني، أكون ناس مستفيدة وأكون ناس فقر، خلي يسمعوني هم. جلوة بس والله ما ترجون بعد مشي ذولا والله من السياسة قدرة، ما يعني كل شيء، كل شيء ما يقضون معتهم. لا لا ما كل شيء، ما كله كذب، حتى كذب هوال في شبك انت بعد اخذ حتى كله، يعني ماكو وعود، كله وعود كاذب بعد. نعم يعني ما يعني من كم موازنه يعني صار لنا من 2003 حد لا جيل ولا يعني طمينا سنه 23، يعني بعد وين نوصل؟ خلي تسمعوني وين نوصل عني. طيب انا اشكرك، اشكرك سيد ابو عمر من الناصريه، ويانا التغلبي من بغداد. التغلبي من بغداد، تفضل. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. الله يحييك، رمضان مبارك ان شاء الله، يتقبل الطاعات منا ومنكم. منا ومنكم اجمعين ان شاء الله. والله يا استاذ بالحقيقه يعني احنا في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك. نعم. شهر معركه بدر، والشهر شهر معركه بلاط الشهداء وغيرها من المعارك التي توحي لكل مسلم عنده غيره وعنده حميه على دينه انه هذا الدين يأبى الظلم ويأبى ان يكون يعني غنيمه سهله للظلمه، وكما ورد في الاثر يعني الساكت عن الحق شيطان اخرس. نعم. فيبدو للاسف يعني ما ادري اقولها بمراره انه شعبنا راضي، يعني انا سمعتك جنابك قبل شويه تقول لهذا الاخ المتصل الى متى، وانا هم اقول الى متى، يعني الشعب يبدو انه راضي ويعني مستلذ بهذا الظلم. هل نقدر نقول انه راضي؟ لو نقدر نقول مغلوب على امره او مضطر انه يسكت بسبب السلاح الموجه ضد كل من ينتقد اليوم بالعراق؟ والله يا استاذ الفاضل يعني اذا تسمح لي، الله يقول: وتلك الامثال ونضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. يعني شخص دق مسمار في الحائط، يعني يمكن اول طرقتين على البسمار سهل خلعه، بس مين يطرق 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 لين ثبت البسمار، هذا بعد صعوبه قلعه، يعني اذي الايد يلا يطلع. فكذلك الناس هم ثبتتهم، هم انتخبتهم، وهم رفعت شعارات تأييد لهم، وهم اللي قالوا من انتخبهم زوج تطالق وغيره وغيره وغيره. الان من شافوا ظلمهم يريد يخلعهم، ما يقدرون بعد، لان ثبتوا تمكنوا وجمعوا جيوش وجمعوا الميليشيات وجمعوا الناس القتلة وخارجين عن القانون. طيب شنو الحل، شنو الحل برايك للخلاص من هذه الطغمة التي تحكم العراقيين الان بالاكراه؟ والله استاذ احكي لك حكايه،
ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا يسترد الله بالقوة. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم. فما الله ما ينزل ملائكة، يعني ما ينزل ملائكة إلا الأرض. يعني على قولة أحد العلماء يقول حينما قال يعني عبد المطلب إن البيت رب يحميه ما كان عنده قوة، لكن إحنا الآن شعب يعني تقريبا نفوسه 42 مليون وكلهم مظلومين، يعني يجمعهم مش قاسم مشترك واحد هو الظلم الواقع عليهم. فإذا لم يعني ترخص أرواحهم يعني لابد أن يموت قسم حتى يعيش الآخر، وإلا كلنا راح نموت. يعني عيش حياة أشبه أجلك الله بحياة البهائم زين. يعني بلد يملك ميزانيات رهيبة، يعني لحد الآن نفسه باعتراف الكاظمي قبل أيام قال ما هرب من العراق 600 مليار، ومدخول العراق من 2003 إلى الآن تجاوز التريليون 300 مليار. والله هاي أشتري بها دولة كاملة وأبنيها على يدي. نعم زين. والآن شوف حال البلد، يعني شفت الصورة هاي اللي بثيتوها، فأقول صحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله. وشعبنا أقول له يعني ما أدري يعني ينطبق عليهم قول النصيحة أحسن يعني سيد التغلبي، النصيحة أحسن من الانتقاد. يعني بالنهاية الصورة السوداوية هي سائدة اليوم بالمجتمع، ولذلك لازم يكون أكو دائما بث لروح التفاؤل والأمل، لأنه مستحيل ينهض شعب أو مستحيل تحدث ثورة أو انتفاضة أو انفجار إذا كان الكل ينتقد والكل يحبط الآخر. لازم أكو نعم سيدي إذا تسمح لي، يعني لو الآن تأتي إلى بغداد، وإن شاء الله ما أتمنى لك تأتي إلى بغداد، يعني شوف بغداد يعني الإفطار العلني، النساء كاسيات عاريات، مطاعم مفتوحة، ماكو شيء يوحي أنه إحنا نرضي الله سبحانه وتعالى. والله وبغير رضا الله سبحانه وتعالى ماكو نصر. نعم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده. نعم. أنا أشكرك سيد التغلبي. نعم أشكر حضرتك شكرا جزيلا، أكتفي معك بهذا القدر. وطبعا بالنهاية هي تبقى وجهات نظر وآراء، كل من ينتقد أو يرى بأن الوضع لن يتغير في ظل وجود سلبيات داخل المجتمع العراقي ربما لديه وجهة نظر محقة، وربما أيضا آخر يأتي بوجهة نظر أخرى تقول بالعكس، من 2003 إلى اليوم حدثت متغيرات كثيرة أثبتت بأن هذا الشعب أصبح يسير في طريق الخلاص من هؤلاء. ربما يعني الفترات الزمنية قد تكون طويلة بالنسبة للشعوب، لكن بالنهاية الوعي في تنامي وفي ازدياد أن هذه الطبقة أو هذه المجموعة التي تحكم العراق هي مجموعة فاسدة ولم تدم لغيرهم لكي تبقى لهم، وبالتالي يعني التغيير قادم لكن متى الله أعلم. مشاهدينا دعونا نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. هذا برنامج جديد نلقاكم فيه كل يوم إن شاء الله، نتذكر فيه معا أياما من رمضان، نعيش فيه مع معارك وأحداث، نتذكر مرة نصرا عزيزا، ونتذكر مرة أخرى درسا قاسيا، نحاول أن نتعلم من هذا ومن ذاك. هي معركة من عجائب المعارك، لأن هذا الجيش القليل الذي يقوده طارق بن زياد استطاع أن ينتصر على الجيش الهائل الضخم الهادر الذي كان يقوده لوذريق. في هذا البرنامج في هذه الأيام تنقلنا وتقلبنا معا في أروقة رمضان مع شخصيات ومعارك وأحداث متنوعة التقطناها من تاريخ أمتنا العظيمة. كانت الفكرة أن نعيد التذكير بأنه يعني أمتنا عاشت طوال 1300 سنة تحيي رمضان بالمزيد من العبادة، المزيد من فعل الخير، التكافل، التزاور، التراحم، الاجتماع على القرآن وعلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان فيه ثلاث فرص غالية، كل فرصة منها تكفر الذنوب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل مع حضراتكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوتكم مجموعة من الملفات لدينا سنطرحها بعد قليل، لكن لدينا رسالة وردت من السيد أحمد من مصر يقول السلام عليكم أستاذ محمد، بالنسبة للي يدعون المقاومة والممانعة هؤلاء هم عملاء الاحتلال الأمريكي والإيراني،
لدينا رسالة من أحد المشاركين يقول: السلام عليكم أستاذ محمد، شلونك؟ تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. إحنا عراقيين نسكن في مخيم الهول في سوريا. هذا المخيم الكثير من الناس اللي تسكن كبار بالسن، نساء وأطفال، وبيهم من جرف الصخر ومن ديالة ومن مناطق كثيرة. بس أريد أوجه كلمة إلى شكو سني مشارك بهذه الحكومة. أهالي مخيم الهول هم شنو سووا حتى تعاملوهم هاي المعاملة؟ هم فقط عملوا شيء واحد، ما رضوا أن يحكمهم الفارسي ولا الأمريكي، يعني ما يشرفهم أن يعيشوا تحت حكم الخونة والعملاء. بس نحب نذكرهم، والله أمريكا اللي أنتوا عايشين اللي عايشين بذرة إلا يجي يوم وتعوفكم مثل ما عافت دول غيركم، وبذاك الوقت كل شخص تأذى بسببكم راح يتحاسب، وبالأيام القريبة بإذن الله. طيب مشاهدينا الكرام، نكمل ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة. يشهد الاستثمار في العراق شبهات فساد في العديد من الملفات، منها مشاريع الإسكانية التي تنفذها شركات الاستثمار والتطوير العقاري بالتعاون مع حيتان الفساد ومقاولين فاسدين، ومعظمها تنفذ في أحياء راقية وسط العاصمة بغداد بمحاذاة نهر دجلة، حيث ترتفع أسعار الأراضي المطلة على النهر بالمقارنة مع باقي الأحياء. أراضي تساوي مليارات الدولارات تابعة للدولة تباع وتدخل جيوب الفاسدين. ويبدو أن هذا الأمر لم يقتصر على بغداد فحسب، بل انتقلت حمى العدوى إلى محافظة الأنبار في ظل غياب للقوانين الناضجة والإصلاحات الإدارية والتنظيم الاستثماري، وحضور للفساد المالي والإداري الذي يعمل على تنظيم عمل قطاع الاستثمار في المحافظة، حيث يدير تلك العملية الفاسدة حيتان الفساد الذين يطلقون على أنفسهم رجال أعمال، لا سيما المقربين منهم من رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، الذي تشير أصابع الاتهام إلى تورطه بتزوير سندات 68,000 قطعة أرض بتواطؤ مع مدير التسجيل العقاري في الأنبار وفقا لمصادر مطلعة. دعونا نتعرف على مزيد من التفاصيل. تورط مدير تسجيل العقاري في الأنبار مع شخصية كبيرة جدا، ويقال حسب الاعترافات الحلبوسي متورط بهذه القضية عن تزوير سندات وإصدار سندات من التسجيل العقاري ب 68,000 قطعة تتراوح قيمة القطعة العقارية اللي هي 200 متر من 10 ملايين إلى 20 و30 مليون. عدد الأموال اللي تستحصل من 68,000 قطعة المزورة واللي تم السيطرة عليها وتزوير السندات واستحصال لها خارطة ودون موافقات تخص التصميم وتخص الأساس للمدن، هاي القطع تساوي 68,000 قطعة. شبكة تم اعتقالها من قبل النزاهة في بيت أخ مدير التسجيل العقاري مال الأنبار، والاعترافات الأولية بحسب المصادر اللي وصلتني من وزارة العدل العراقية ومن هيئة النزاهة، هاي الشبكة المتورطة بسرقة أكثر من تريليون دينار عراقي. هو الرقم أكثر من 950 مليار، يعني تريليون عراقي حلوين، من خلال بيع 68,000 قطعة. والمتورط الأكبر بهاي العملية بحسب الاعترافات والمصادر من داخل هيئة النزاهة، والحق الرد مكفول أيضا لهذه الشخصية، هو الحلبوسي شخصيا. دعونا نكمل مع هذا الملف مشاهدينا الكرام. يبدو أن ظاهرة الاستيلاء على الأراضي وتغيير عائديتها والتلاعب بجنسها من قبل متنفذين ومافيات مرتبطة بالأحزاب لا تقتصر على بغداد والأنبار، ولم تسلم منها محافظة بما فيها تلك التي تخوض فيها الميليشيات حربا ضد السكان بهدف التغيير الديموغرافي والتهجير. في ديالة تفاجأت عائلات من القاطون تسكن المنطقة منذ 50 عاما بظهور شخص يدعي امتلاكه للأراضي التي يسكنوها وفقا لسندات إيجار أصولية، مطالبا إياهم بالرحيل منها. ويؤكد الأهالي أن هذه الأراضي تعود ملكيتها لشخص يهودي وشخص مسيحي ممن يمتلكون أراضي في مناطق المفرق والقاطون وحي المعلمين، والتي سرقتها فيما بعد جهات متنفذة تهددهم الآن بالرحيل. طبعا هذه العوائل نظمت تظاهرات أمام مبنى مجلس محافظة ديالى على أمل
أن تجد حناجرهم من ينصرهم. دعونا نشاهد. المواطنين من الدولة نطلع من هذا القاع، نطلع من بيوتنا، ما نطلع من بيوتنا. هسه مسعودة تزعل أنا هسه مضطر، إذا كل شيء يلحون علي أنا انتحر باب حوش. يعني ما وصلت له، ما أطلع ما أطلع أنا من بيتي. أنا 17 نفر عائلة بالضبط، أبويا دفنته قبل سنتين بهذا القاع، وصار لنا بال 55 سنة إحنا قاعدين بهذا القاع. ما أطلع من هذا القاع أنا ما أقدر أطلع، عندي استعداد أنتحر أكثر روحي ببابي. ما لي أطلع ما أطلع. ما عندي غير هذا الكلام. ومناشدة جينا على المحافظ والله يحفظه زين، وأريد يطلع حقنا. حقكم شنو؟ حقنا القاع، هذا جي استغل على القاع مالنا زين. 2001 كان ما مبيوع بعد يم الدولة. نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أبو منتظر يقول: بكل دول العالم الدولة توفر سكن وعيشة كريمة للمواطن، إلا بالعراق الدولة تزور سندات لأصحاب النفوذ وتسرق الأراضي والمساكن من المواطن ومن ثم يعاد بيعها عليه. هذا احتلال وسلب ونهب، وين المحافظة نايمة تدري ما تدري؟ تعليق من مهدي إبراهيم يقول: هاي الظاهرة منتشرة بأغلب مناطق بغداد، ما دام وصلت لديالة أكيد الشخص مسنود وينتمي لأحد الأحزاب المتسلطة على رقاب المواطن المسكين. تعليق من سامر: ديالة يقول: بكل المناطق منتشرة هاي السالفة يومية، جاي واحد وين كانوا قبل وهسه اجوا يدورون على اراضيهم. وابو ضياء القيسي يقول: هو ايش ظل بالعراق من باق ونهب، وهي هاي معروفه الشغله، ما يهجرونك بالقوه والسلاح والترهيب، هسه بشغله الاوراق المزوره. هسه يجي يوم نطلع مو عراقيين، جايين من الصين لو من جوجل، من جوجل بلاي منزلينه وما نعرف هالشيء. طيب مشاهدينا الكرام، دعونا نكمل بمواضيعنا أو مع مواضيعنا في هذه الحلقة. قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. يبدو أن هذا البيت الشعري الشهير لأمير الشعراء أحمد شوقي لم يعد يعني لكثيرين شيئا هذه الأيام للأسف، حيث اعتدى ذو طالبة على مديرة مدرسة والطاقم التعليمي في إحدى مدارس بغداد في واقعة أثارت غضب الرأي العام. دعونا نستمع لحيثيات الحادثة كما روتها مديرة مدرسة الولاء الابتدائية في بغداد، وتفاصيل ما تعرضت له المدرسة من اعتداء من قبل ذوي إحدى التلميذات مؤخرا. لنستمع. تقريبا الساعة بالخمسة ضبط دخل ولي أمر الطالبة رقية فاضل الشياع، أبوها فاضل الشياع وأخوه. بالبداية دخل بس الأب بالألفاظ النابية تهجم علينا بدون سابق أي إنذار أو جاي قبلها أو أي مشكلة صايرة. مباشرة دخول المدرسة كان تهجم بالألفاظ، والألفاظ غير أخلاقية، بصياح وغلط وعدم احترام وما يسمع أحد. ادعاء أنه بنته محتجزة داخل المدرسة، علما أنه هو حضر مع بنته من خارج المدرسة وبالزي البيتي يعني. فصار أنه إحنا توجهنا بررنا أنه ماكو أي طالب داخل المدرسة، استفسر من الطالبة وين كانت بهذا الوقت، أخرجوا من المدرسة عمال الخدمة والحارس الليلي. بعد ثلث ساعة تقريبا بالخمسة وثلث دخل للمدرسة فاضل وأخوه علي وابن عباس حاملين البواري ويتهجمون علي أنا كمديرة مدرسة طالبين ضربي. نكمل مشاهدينا الكرام مع هذا الملف وننتقل إلى مقطع آخر. لا يختلف اثنان على أن ظاهرة الاعتداء على الكادر التدريسي أو الكوادر التدريسية بشكل عام هي ظاهرة خطيرة ومؤشر على وجود خلل في البنية التربوية والأخلاقية للمجتمع، وهذا الأمر يتطلب بحث أسباب هذه الظاهرة ونتائجها وموقف المعنيين منها وأثرها على سير العملية التعليمية والتربوية، خصوصا أن الاعتداءات الأخيرة باتت تأتي من أولياء الأمور خصوصا المتنفذين منهم، ممن تحميهم الأحزاب والميليشيات وبعض العشائر التي لم تراعي الأعراف الأصيلة للمجتمع التي تكرس مبدأ احترام المعلم وصون كرامته. من هذه الحوادث ما حصل مؤخرا حينما اقتحم والد طالبة راسبة
مدرسة الخمائل للبنات التابعة لمديرية تربية الكرخ الثالثة واعتدى أو حاول الاعتداء على الطواقم التعليمية مطالبا بتغيير درجتها الامتحانية إلى درجة النجاح ومتوعدا الإدارة بالقوة والقوة المكلفة أيضا بحماية المدرسة توعدهم بالملاحقة العشائرية حينما تصدت له. دعونا نشاهد. والحرام من درجة لا تنتهي الحوادث عند هذا الحد. في أحدث تلك الاعتداءات التي تحولت لظاهرة خطيرة ما تعرض له الطاقم التدريسي والإداري لمتوسطة الزهراء للبنات في محافظة البصرة إلى الاعتداء بالضرب من قبل أم لطالبة تمت محاسبتها إداريا. وأظهر مقطع مصور متداول الأم الغاضبة وهي تنهال بالضرب على معلمات ومديرة المدرسة بعد اختراق الحرم المدرسي برفقة بعض النساء القريبات منها. وتعليقا على الحادثة التي أثارت الرأي العام في العراق، قال المتحدث الرسمي لوزارة التربية إنه إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والذي يظهر تهجما من ذوي إحدى الطالبات في متوسطة الزهراء التابعة للمديرية العامة لتربية البصرة، قامت المديرية العامة بتشكيل تحقيق إداري فوري بالحادث لمعرفة ملابساته وتم اتخاذ إجراءات إدارية وتربوية مباشرة، فيما تم تحريك شكوى قضائية بحق الأشخاص المتهجمين على الكادر التدريسي وصدرت أوامر إلقاء قبض بحق المشار إليهم. دعونا نشاهد. شنو عندنا عليه؟ شنو سوينا عليه؟ شلون سوينا؟ دعونا نتابع بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. عادل الشجيري يقول: هاي برمضان وهيج؟ ليس هنالك هيبة لا للتعليم ولا للمعلم ولا قانون يحمي المعلم مع كل الأسف. حسبنا الله ونعم الوكيل. أسماء الأسدي تقول: عندما تغيب الدولة، عندما يغيب النظام والقانون، يفقد المعلم والمدرس هيبته مقابل استهتار الطلبة وأهاليهم للبعض. أحمد الموسوي يقول: هذا أحد أسباب دمار التعليم في العراق، أصبح المعلم أو المدرس يهان جهارا نهارا، والسبب الأول والأخير هو الدولة وبالذات وزارة التربية التي أهانت المعلم بقراراتها المذلة التي تضعف من شخصية المعلم وتجعله غير قادر على محاسبة التلاميذ مهما فعلوا. هذا الذي نتعرض له يوميا في مدارسنا، فهل من مجيب؟ وحسنين محمد يقول: حرامات على هذا البلد، حتى الناس ما بقى عندها أخلاق، كنا نشوف المعلم بالشارع نشرد نختل بالبيت. والله زمن بس عمي إذا كان إذا كان رب البيت بالدف ضاربا، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، التربية تطلع من البيت، إذا الأم هيجي إيش تترجى من الأطفال. هذه كانت جزءا من التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي. نأتيكم الآن إلى فقرة الإنفوغرافيك. بالرغم من أن العراق يعد من البلدان غير المستقرة بسبب وضعه السياسي وكذلك الوضع الاقتصادي والوضع الأمني الذي يزداد سوءا، خاصة وأن الموازنة لم تقر حتى الآن،
إلا أن سوق العقارات في العراق وخاصة في العاصمة بغداد يشهد ارتفاعا غير مسبوق، ليصل سعر المتر المربع في بعض المناطق التجارية إلى أرقام خيالية تنافس في بعض الأحيان الأسعار في باريس ولندن، بل تتعداها في أحيان كثيرة. على سبيل المثال، وصل سعر المتر المربع الواحد في مناطق المنصور وشارع الربيعي إلى 20,000 دولار للمتر الواحد وفقا لمكاتب عقار متخصصة. دعونا نتعرف سويا على الأسباب في سياق الانفوغرافيك الذي أنتجه قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. مشاهدينا الكرام، نأتي إلى فقرة الهاشتاج واسم اليوم أنقذ العراق من الجفاف. دعونا نتابع بعض التغريدات. علي العراقي يقول: أين الحكومة؟ أين دورها فيما يجري؟ يجب إعطاء هذا الموضوع الأهمية القصوى لتحكمه بمصير أكثر من 40 مليون إنسان يعيشون على أرض العراق. في تغريدة لدينا من ورد تقول: يعاني الجنوب من جفاف دجلة والفرات، والحكومة لا تحرك ساكنا بالمطالبة بحصة العراق حسب المواثيق الدولية. إلى متى هذا التسيب وإهدار حقوق الشعب ليصل إلى رمق الحياة؟ في تغريدة من حسام يقول: عندما تكون الحكومة ضعيفة هكذا تكون النتائج: فساد، قتل، نهب، وقلة مياه، ووضع اقتصادي مزري. الشعب العراقي يقتل ببطء، الزراعة في خطر، بلد النهرين بلا مياه. تغريدة أخيرة من محمد يقول: دجلة والفرات يحتضران بظل حكومتنا الخرنقعية، سلبوا البلد ودمروا المصانع ورجعوا على تجفيف الأنهار، حكومة ضعيفة هزيلة. بهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.